بالنهاية شو بتحبي تقولي لبنتك اللي تركتيها؟ لازم تعرف أمك الحقيقة. أي حقيقة؟ جود. جود وأمينة إخوات توأم من أمك. أنا بدي أعتذر من بنتي كمان مرة من خلال برنامجكم. أنتي روحي، بترجاكي سامحيني يا عمري. شكرا كتير لك. عن جد هالحياة صعبة، وهون مننهي حلقتنا مشاهدينا الأعزاء. مين سرب الخبر؟ أنت سربت الخبر للصحافة؟ إيه أنا. بدك تحاسبيني يعني؟ أنا ما بعرف شي. أنت متأكدة؟ قلت لك ما بعرف مين سربه حلوة. بعدين أنت مين بتقصد؟ معقول ما فهمتي شو قصدي؟ ما بيخطر ببالك ولا اسم؟ ما عم يخطر، وإذا عرفت بقلك. أنا رح لاقي بيت، بدنا ننتقل من هون. نحن وفوتون خانم ما رح نعيش تحت نفس السقف. أنا بشتغل وبجيب مصاري، بكفي مادين إيدنا إلها مثل المساكين. سكوت، مو متحملة كلمة. سليم، بعدين منحكي بهالموضوع، هديلي حالك. بس أنا هلأ بدي أحكي. كل شي صار معنا بسبب فوتون وحركاتها. أنا كيف بدي أقدر عليك هلأ؟ أبوك ما عاد موجود، أنت كمان رح تتركني. أمي ليش ما عم تفهمي علي شو عم قول؟ سليم، مو شايف شو حالتها لأمك؟ عقودتك بسرعة. أنت ما فيك تأمريني. سكوت، أنا أختك الكبيرة وفوراً بتروح على عقودتك. هلأ تذكرتي أنه أنت أختي الكبيرة؟ لك بكفي، خلاص بقى. قبل يوم لسه اندفن، لسه ما صار له كم ساعة بلشتوا خناق. أنتوا ما فيكم إحساس. بعد الو ايمن. اهلين، شو بصوتك؟ انت منيح؟ ايه انا منيح. اسمع، من كم يوم قلت لي على شغلة، يعني ناخد من الاغنياء ونوزع على الفقراء والمعترين. ايه انا قبلان، صار الوقت. فتون خانم لازم تعرف قيمتها. ما كنت رح تخليني أخسرك جود. بترجاك وعدني إنك رح تعمل العملية. ما فيني جيهان، ما بقدر أوعد وما أوفي. إحنا بشغلتنا، أمي، أنا، نجلة وسليم، بشغلتنا حتى نخسر بلحظة أغلى الناس على قلبنا. بابا تركنا، ما عاد فيني ضمه مرة تانية. ولا عاد فيني قل له بابا أنا بحبك.
وإذا أنت قررت تتركني ما رح أستحمل. جيهان، بعرف إنك مجروحة وعم تتعذبي كتير، بس بترجاكي لا عاد تفكري بهالموضوع. جود بترجاك تعمل العملية حتى ما تموت. طيب لو نفرض إني قبلت وقاومت الموت، بس انشليت أو انعميت، في احتمال إنه يتأثر قسم من الدماغ، وقتها ممكن أخسرك وأخسر أختي وابنها. ملكي فقت وما قدرت شوفك أو أتذكرك. على قليلة بتكون عايش وهالشي بكفيني. بس هالشي رح يعذبني جيهان. الأمهات بيوقفوا جنب أولادهم وبيساعدوهم، ما هيك؟ وبيعملوا أي شي ليريحوهم. هالمرة أنت لقيتي الحل أمينة، لأنه الأمهات بيعملوا أي شي لحتى يريحوا أولادهم. طيب لنفرض أمك ظهرت فجأة وطلبت منك تروح تعمل العملية، ما رح تقبل كرمالها؟ معقول تحرق لقلبها بعد ما لقيتك؟ ما بيحترق. يلي رمتني قطعة لحم عباب ميتة ما بتزعل إذا متت. لك بكفي، حاج تحكي هيك؟ لا تحكي عن موتك بهالطريقة، ما بدي اسمع هالكلمة منك، ما بدي اسمع. برافو، كنتي رائعة بلقائك التلفزيوني، قدرتي تقنعي الناس ليتعاطفوا معك، دورك مثلتي كتير منيح. أنا ما مثلت، أنا حكيت اللي حاسة فيه. يا ريت تقدر تكون مثلي وتحكي اللي جواتك بكل صراحة، بس ما عندك الجرأة لتحكي. لا، مقابلات التلفزيون ما بتهني لي، بعدين أنا ما بعرف مثل وألبس الدور. بدي أفهم أنا شو عملت لك؟ يلا احكي. لا تقلقي، رح تعرفي بالوقت المناسب. هلا بدي أعرف، قول. مليت من حركاتك الغبية وتعبت من كتر اللف والدوران. قول انت شو بدك مني؟ هلأ بدك تحكي؟ قول انت شو بدك مني؟ هلأ بدك تقول؟ احكي احكي ولك احكي، عم قلك ولك. يلا احكي احكي، لا تضل ساكت. امي امي امي، تعي ساعديني الله يخليكي. امي بهالطريقه ما رح تسمعي مني شيء. بدي تجوع بالمدرسة، خد كل منيح. أمي أنت منيحة؟ إيه منيحة، أنت كمل أكلك. عود أنت عود، أنا بفتح، أنت كمل أكلك. تذكرتيني ما هيك؟ هذا أول حمل إلك ما؟ ها؟ إيه تذكرت؟ بصراحة أنا قلقت عليكي، قلت بيجي وبتطمن، هداك الرجال ما كان زوجك ما هيك؟ ليكي
روحي روحي من هون. عمل معك هيك بالقوة. روحي روحي من هون. انتي منيحة؟ وقفي اهدي شوي، خلص انا رايحة. روحي من هون بسرعة، ما لازم يشوفك هلا. جود بيجي وبيشوفك، روحي من جود هون. مين بيكون؟ ليكون هداك الرجال. لا لا، جود بيكون اخي. روحي يلا بترجاكي، روحي. شو جابنا لهون؟ ما عم افهم. ابني الجماعة هلأ عندهم عزة، بدك ياهن يخدمونا؟ جايين نتغدى، منخلص ومنرجع عبيتنا. هاد المطعم ظريف كتير ورح يعجبك أكيد. ليكي مين في هون؟ المطربة فتون كارانلي. آه، واللي معها بنتها ما هيك؟ حرام المسكينة، كبرت بدار الأيتام. حضرتك أخذتي إذن مني لحتى تصوريني؟ أمي تركيهم. امحي هديك الصورة فوراً. وشو عملت؟ هي مجرد صورة للذكرى. لا تكوني تضايقتي، إذا متضايقة شو طالعك برات بيتك بعد ما انكشفتي؟ أنتو شو طينتكن؟ وكيف تحكوا معي بهاي الطريقة؟ طينتي أحسن من طينتك، وانتبهي على حكيك منيح. فتون خانو مو حلوة تحكي معنا بهالطريقة، والله عيب عليكم. أنتو بدكن تعلموني شو هو العيب؟ إيه نحن اللي بدنا نعلمك. أنا ربيت ثلاث أولاد مثل الوردات، ما تركتهم مثلك يتربوا بدور الأيتام، فهمتي؟ أعطيني هالموبايل لشوف. ما بحق لك تاخذي. هاتي لشوف. هاتي الموبايل. أنا رح أفضحك وبكرة بتشوفي، رح أنشر اللي صار لكل الناس. هلا أنت بدك تفضحي؟ أنا رح أفضحك. قلة أدب. خلص بكفي عادي. شو هالناس هي؟ عادي ارتاح، نرفزت لي أعصابي عن جد. إنها ما بتنطق. طلع طلع يلا بسرعة. ممدوح بيك، ممدوح بيك، ممدوح بيك، ممدوح بيك، ممدوح بيك، ممدوح بيك، ممدوح بيك. ممكن تقلنا صحيح انك لو سمحت جاوب خانهم بالقدم؟ ممدوح بيك، ممدوح بيك، ممدوح بيك، ممدوح بيك. ممدوح بيك، ممدوح بيك، ممدوح بيك. في بدمك حكي، شو بدك تسأل؟ اسأل. انتو الاثنين قررتوا تحطوا الولد بالميتة. صدقيني بقتلك، هذا الولد بده ينزل. ما رح اتراجع عن قراري ابدا. احكي احكي لحتى فضيه براسي. يلا قوصني. لا ابدا، ما كنت بعرف انه ولدت. لكن ليش عم تتهرب من الصحافة وما عم تحكي؟ تعرف، لأنه قد ما جاوبتهم على أسئلتهم رح يضلوا يسألوا أكتر. ما لازم عملتي هيك. انسى هروة، مشكلة وخلصت. لسه ما خلصت، ممكن ترفع عليكي دعوة. عروة ممكن تنزلني بأقرب مكان؟ لوين؟ حابة ضل لحالي شوي واتمشى. لا تتأخري ولا تخلي موبايلك صامت لأحكي معك. طيب. ترى سألتي مين اللي سرب الخبر؟ إيه سألت، ما بيعرفوا. إيه شو طلعت مشكلة أبو رصاصة مع فتون كارانلي؟ قال من زمان أذت رفيقه، وإنه هلأ هو عم ينتقم له. أوه، هاي حكاية جديدة ما حكاها من قبل. ايه بس ليش هو اللي بده ينتقم؟ يعني رفيقه ما بيقدر ينتقم لحاله؟ روح اسأله.
يعني هو هيك حكالي؟ بالله عم تحكي جهد؟ بلش الفار يلعب بعبي. طيب وليش دمرك إليك؟ ليش دخلك بهاللعبة؟ انت ما خطر لك تسألي هذا السؤال؟ وبقيتي مثل القطة اللي مغمض عيونها؟ طيب ليش بدك تعرف الحقيقة مني؟ اوف جود بيجاوبك، ما هو رفيقك. هالشاب ما بيشبه حدا. كنت مفكر اني بعرف الناس من عيونها، وبقدر افهمهم من تطليعة وحدي، وبعتبر حالي اني خبير بكشف النوايا. بس لما اطلع بعيونه ما عم افهمه بنوب. انا عم شبهه لك. هيك رأيك؟ هو بيشبهها كتير، ليش الكذب؟ لما كنت بهالعمر كنت توقف رافع راسك. إذا بتقوم الدنيا وما بتقعد ما بتنهز شعرة منك. وقتها كنت الرجال اللي ما بتهزوا ريح. الله يرحم هديك الأيام. بابا ممكن تجي تدخلني لجوا؟ بردت كتير. يلا يلا اطلع لعندها. اطلع. مالك شايف؟ اتركني ساعدها. سليم انت فقت عقلك؟ لك اترك لي ايدي. شوف ما في غير طريقة واحدة لتساعدها، هي المصاري، فهمت ما هيك؟ دقيقة لتكون تراجعت عن وعدك. ما تراجعت. منيح، أنا قدرت دبر كم شب. هلأ في اثنين رح يدخلوا على البيت، بس قلبهم مثل الحجر. إذا قلنا لهم ما عاد بدنا ننفذ يا فهيم، وقتها رح يصبوا كل جنانهم علينا. ما في داعي ليجنوا، كل شي صار جاهز. إيه، أمتى رح تعطيني المفاتيح؟ بعت ورا الشباب لحاكيهم، مفاتيح معي. جيهان انت هون؟ عم جهز لكم الاكل، بده شي نص ساعه ليستوي. رح اشوف امي وبرجع بكفي. ما في داعي تعملي اكل وتتركي امك وهي بهالحاله، كان فينا نطلب اكل من برا. بصراحه امي رح تحس انها مقصره، لهيك انا طبخت. عذبتي حالك، على كل يسلموا. وايديكي فتون خانو، بما اني شفت حضرتك هلا حابه اني اسالك سؤال. العم حقي قبل ما يموت بعت لك ظرف صغير مسكر، يعني بعتقد انه كان في بقلبه سيدي. سيدي شو؟ عن شو بيحكي؟ بصراحة ماني متأكدة، في احتمال يكون في جواته مكتوب. ما وصل لحضرتك هداك الظرف؟ لا ما وصلني هيك شي. يا الله، قلتي انه حقي اللي بعته؟ انت بتعرفي للعم حقي مو هيك؟ طيب انا رح اقرب القصة وغير طريقة السؤال. حضرتك شو بتعرفي عن جود وعيلته؟ ما عم بفهم. جيهان انت شو خطر لك تسأليني هيك أسئلة؟ لأنه احتمال كتير كبير يكون الظرف اللي بعته العم حقي بخص جود وعيلته، لهيك سألت. أنا ما بعرفه لحقي منيح، كل القصة أنا ساعدت الميتم اللي كان يشتغل فيه، وانت بتعرفي هذا الموضوع. فهمت. طيب بتشكرك، رح أرجع فورا. Thank you.
شو هذا السيدي؟ هذا كان بالظرف اللي بعته العم حقي مو؟ ممكن تطلعي من غرفتي؟ هاتي لشوف. جيهان بعدي عني وطلعي من هون. حياة ليش عم بتخبي؟ انتي بتعرفيني عم دور عليه، اتركي لشوف. لك انتي عم توجعيني، عم قلك اطلعي. قليلي انتي شو مخبيه؟ ما رح تقدري تعرفي. رح احكي لجود شو عملتي ورح نشوف اذا بتقدري تواجهي. انا موافقة، احكي. حتى لما بدك تحكي له رح اكون معكم، لاني حابة اشوف كيف رح تتلقي الخبر. شو قصدك من هالحكي؟ بكرة بتفهمي، بس تحكي. يلا طلعي واحكي لجود حتى ما يضل بالك مشغول. يلا. حضرتك عم تدوري على حدا هون؟ أنا عم دور على أخوها للست أمينة، بتعرفوا شي؟ إيه أنا. أنا دكتورة بالمستشفى اللي كانت فيها أختك. صار شي لأمينة؟ بترجاك تهدى وتسمعني. بعرف إنه جيتي لهون ممكن تكون غلط، بس عندي شكوك بخصوص وضع أختك. أنا متأكدة إنه الحمل صار عن طريق الاغتصاب ومو برضاها. شو قلتي؟ وبهي الأوضاع المغدورات ما بيحبوا يحكوا لقرايبينهم، بيخبوا الحقيقة لأنهم بيحسوا بالذنب. أنتي متأكدة إنه أمينة حامل؟ أنا توقعت إن ما تخبركم. يا أستاذ اهدى لو سمحت، لأنك إذا ضغطت عليها يمكن هالشي يأذيها. لو سمحت. أمينة. حبيبتي انتي ليش مطالعة هدول؟ هدول امي خلصت وظايفة تشريل التفاح. نور حبيبي اتركنا شوي. شوفي لا تخاف خالي، ما في شي، انت فوت لجوا وانا وامك بدنا نحكي شوي. رح اشر له تفاحة وبرجع. امينة اختي انتي حامل؟ يعني اللي مين خبرك؟ أمينة ايه او لا انتي حامل؟ بس لا تعصب، لا تعصب دخيلك. ليك البيبي ما له ذنب بنوب. اختي ما رح أصيب، ما رح أصيب، بس قولي لي مين بيكون أبوه. لا ما بعرفه، ماني متذكرة. هو كان بالمستشفى بس بعدين أنا ضربته على راسه، مو خطفني هو. ما كان بدي يصير هيك لأنه عندي نور، بس الولد ما له ذنب بنوب. أمين احكي لي القصة لا تخافي. لا تعصب، لا تعصب، لا تعصب. معناها جاوبيني على هالسؤال، مين أبوه للولد اللي ببطنك؟ لا تعصب. قولي لي مين أبوه. لا تعصب، لا تعصب مني. أنا ما بعرفه لأني نسيت كل شيء، ما فيني أتذكر. رح يطلع كل شيء من رأسي، رح يطلع كل شيء من رأسي، رح يطلع. خلاص ما راح أصيب، خلاص أختي أهدي. بس قولي لي مين هو لو سمحتي. قولي لي بترجاكي، قولي لي مين هو.
يلا تذكري، يلا أنا ما رح أصب. ايه شباب، هذا هو المكان. حاطين كلب حراسة؟ بيعملنا مشاكل لأنه ما في كلاب، اطمنوا. انذار سليم، اشرح لهم عن البيت. منزوع، يعني حاطينه منظر ما بيشتغل. انتوا متأكدين؟ إذا غلط رح تاكلوا نصيبكم منه. طمن، كل شيء نالك يا صح، وإذا وافقتوا لما يفضل البيت نحن منخبركم. ايه وافقنا، عم نستنى خبر. ايوه، اللي على اليمين بجبنة وعلى اليسار مرتدين، لكله لبين ما يستوي الاكل. من بعد مغامرة المطعم فكرة حلوة ان ناكل ببيتنا سندويش. لا تنسى ادويتك. يسلموا ايديك يا امي. صحتين وهنا. يا اولاد، لمحتوا شي مرة الظرف مسكر كان بعت لي اياه العم حقي؟ يمكن آسيا شافته ونسيانة تقلي، وما بدي ازعج المخلوقة وهي بهالوضع. ها العم حقي شو عنده لا يبعت لك؟ ما بعرف، أنا ما شفته. أي منهم بالجبنة؟ على اليمين، كأنك مانك مانا. مرحبا يا بنتي، فتون خانم موجودة، لازم شوفها وحاكيها. يعني في شي موعد؟ لا والله ماني أخذ موعد، بسألها وبرجع. عفوا فتون خانم، في ست برا وقال حابة تشوفك ضروري. مالي خلق شوف حدا أبدا هلأ، بتكون صحفية وبدها تعمل شي تحقيق. لا لا، شكلها أبدا ما بيوحي بهالشي. هدول مستعدين يبهدلوا حالهم ويغيروا شكلهم. ما بدي اشوفها. تمام، مثل ما بدك مدام. صحتين وانا. عروة بيعرفون منيح، رح يحاولوا يقربوا منك ويظهروا خوفهم عليكي. رجاء يا بنتي ديري بالك ولا تغلطي قدامهم بشي. ماشي؟ بدير بالي امي. ليكي لا تأخذيني، فتون خانم هلأ كتير مشغولة، ممكن تجيب وقت تاني؟ أنا بدي حاكيها بموضوع مهم، إذا بتعطيني بس 5 دقايق ممكن تجربي مرة تانية؟ يا الله، هالفترة وضعها كتير ملخبط. بدي أحكي بس كلمتين وروح. ليكي أنا أم معترة، وضعي كتير صعب. الليلة مرة تانية بترجاكي ساعديني، أنا لازم شوف فتون خانم يا بنتي. صدقيني لو بقدر كنت دخلتك وما قصرت. طيب عندي فكرة. حضرتك عطيني اسمك ورقم تليفونك وبحكي معك بس أقنعه. تمام، كمان معقول. معلمي ليش طفيته؟ شفتك مبسوط وعم تتفرج، قلت لازم اطفيه. طيب وين المشكلة يعني؟ ابني هدول برامج للنسوان مو للرجال، إذا بتتفرج عليهم بتصير حساس زيادة ومع الوقت بتقلب وبتصير إنسان عاطفي، فلا تتفرج. لا تفهمني غلط معلمي، عم أقول لحالي بركي بنستأجر بيت أكبر من هاد، مانك مرتاح بهالبيت. أنت ما قلت لي إني رح صير صهره لممدوح بيك؟ معنى تتحمل لبين ما انتقل. ها شوف إجا نصيبي. أوه لك أهلين، بهالسرعة اشتقتي لي. أهلين معلمتي. قل له يزوق على حاله ما ينادي لي هيك. وانتي ليش بدك تخجلي؟ شبك كأنك معصبة. جيهان هالفترة عم تراقبني، في شي ما عم بفهمه، وعروة مثلها عم يراقبوا كل حركة بعملها. فيك تديري بالك ويراقبوا اللي بدهن اياه. وجود مانو مريحني، ما عم بفهم شو عم يعمل، ممكن بأي لحظة يكشف الحقيقة. لك والله مليت من هي العيشة بهالطريقة، كل لحظة بقول خلاص رح ينكشف كل شي ورح انزد بالشارع واتبهدل. طولي بالك حبيبتي، اللي مثلك ما بصير انها تمل وتستسلم بهي البساطة. اتركيني لاقي حل. معلمي انا رح اطلع، انتو خدوا راحتكن. لا لا تعا اقعد، شغل التلفزيون وتفرج، نحن طالعين نغير جو.
ايه هيك ها؟ حكيت مع اختك وسالتها؟ بس ان شاء الله ما تكون ضغطت عليها، اللي بهالوضع بحاجه لدعم طبي من نوع خاص. اسمعيني منيح دكتوره، رح نعمل كالتالي. بالاول بتعطيني اسمه لهالواطي اللي عملها وبروح بصفي حسابي معه، بعدين رح ارجع لنحكي بطريقه علاج اختي. لا بعتذر منك، حضرتك فيك تقدم بلاغ للشرطه، ووقت القانون بيعرف كيف يحاسبه. عم تمزحي ولا عم تحكي عن جد؟ اشتكي للشرطة حتى يحبسوه كم شهر وبعدها بيطلع وبيحرق قلب بنت تانية؟ بس انت عم تحطني بموقف ماني قده، إذا عطيتك اسمه للمريض وقتها بصير شريكتك. طيب، معك حق، مالك علاقة بالموضوع. أنا بعتذر منك. رح روح وأقدم شكوى للشرطة، بس مع هيك لازم تعطيني الاسم. الشرطة بتعرف كيف توصل لاسمه. انطقي هالاسم بقى. شبك شو في جود؟ أنا بحاجة لمساعدتك، بدي لاقي واحد اسمه قادر، ممرض بمشفى الأمراض العقلية بس ترك الشغل من فترة وهذا اللي عرفته وما عرفت شي غيره. هدول بكفوا. شو المشكلة؟ اللي هو بشو مضايقك؟ مسألة شخصية، رح تقدر تجيبه ولا ما بتقدر؟ طبعا أكيد منجيبه. شكرا لك. اسمعني منيح، إذا كان مضايقك كتير خليني أنت جيبه، وهذا هو المهم. جود، أمينة أمينة يلا طلعي، ما بيصير تضلي حابسة حالك بالأوضة. وجود مو هون لسه، ما رجع. طيب نور بعته على السمان ليشتري أكلات طيبة. يلا. أوف، وأخيرا شو صار؟ تعي احكي لي، ليش خانقك جود؟ جيهان عرف بالولد، جود عرف إنه في ولد. قلتي لي عرف؟ ولوين راح هلا؟ ما بعرف، بس عصب كتير، بس مو مني، أنا بعرفه لأنه ضمني بعدين راح. طيب خبرتي مين بيكون أبوه للبيبي؟ جود عم بحكي أنا وأمينة هلا. عرفتي باللي صار؟ جيهان بتعرفي من قبل؟ ليك جود عن جد أنا آسفة، نحن ما كنا بدنا نضايقك. طيب جيهان خلص، هلأ مو وقت للأسف. تمام أمينة، كيف صارت؟ أمينة منيحة وليك واقفة معي هلأ. منيح، لا تتركيها لحالها. جود أخ جود أخ. طمنيني، صرتي أحسن من قبل؟ إيه شوي. اسمعي لقلك، حاسس إنه جيهان وعروة مانن شاكين فيكي، هنن متأكدين إنك بتكوني بنت فتون الحقيقية. لو كان العكس ما كانوا رح يسكتوا لهلأ. أما بالنسبة لجود فلازم تديري بالك منه وتكوني كتير حذرة، لأنه هاد إمتى بيسكت وإمتى بيحكي ما حدا بيحذر. طيب كيف لازم اتصرف؟ لو كان عندك فرصة. انسي خلص. احكي. صعبة. لك احكي لا تجنني. الحل الوحيد انك تتخلصي منه. اكيد عم تمزح. بتقدري تعمليها ولا لا؟ طبعا لا. بس ليش لا؟ فكري شوي، لو جود مانو موجود رح ترتاحي على الاخر، وفتور رح تضل امك. الحل انك تتخلصي من جود.
فهمت. انتي بتحبي؟ كنت حاسس رح يصير هيك. محكوم علي يضل عايش بظل جود. إلب ضروري انه يختفي. وقتها بعيش مرتاح. نعم أمي. حياة، لا تجي على البيت، الصحافة واقفة على الباب. هديك المرة تبع المطعم أعطي الصور للصحافة، وأنا وعروة هلأ رح نتخلص من الصحفيين وننزل بشي أوتيل. بس نستقر بخبرك وين بنكون ماشي. وينو ممدوح بيك؟ طلع وقال لي خبرك تلحقه. شو يعني طلع؟ على أساس أنا شوفيره الخاص؟ ما بعرف، بس هو ترك لك هذا العنوان. متأكد أنه طلعوا من البيت مشان الصحافة؟ إيه متأكد. والصحفيين مشوا ولا لسه؟ يعني متأكدين؟ بلا ما نلاقي حالنا على الهواء مباشرة. نحن طبعاً تأكدنا، ما ضل حدا بنوب. بعدين أنتوا نسيانين، نحن كمان بخطر. تمام، أعطيني المفتاح. منفوت هاي الليلة. فهموني أنا شو عملت لكم؟ أنا مالي عامل شي. لكن طوق صدقني أنا مالي عامل شي. نفكر إنه نحن ما بنعرفك أو ممكن ما نكون سألنا عنك. كل الجرائم اللي عملتها نفت منا، بس عقابك هون قليل شرف وواطي. رجلي رجلي. أميني، ما أنا أول ضحية عندك. أنا بعرف كل شيء. شوي شوي بصفى دمك وبتموت. بعده هيك لك بدي أشرب من دمه لهالوطي؟ اسكت، اتركوني. ممدوح بيك، اسمع، هاي القصة بتخصني إلي. ما بدي إياك تلوت إيديك بدمه، أنا رح حلها. أنت شو دخلك بهالموضوع؟ لأنك رفيقي ولأنك قرايبي ولا أبي. اتركني حل مشكلتي بإيدي أنا. مزبوط، أنا ما بعني لك شي. بعدو اتركني اذبحه. اتركوني اتركوني عليه. بعدو رجلي. قلت له شي ما هيك، شي يخليك تندم وتتعذب أو ممكن يبعدك عني.
أقول شي وريحني. ما عملت منشكر الله. جيهان شو مشان البيبي؟ مين رح تقدر تربيه لما يخلق؟ هذا البيبي لأمينة، وهي الوحيدة اللي فيها تقرر، وشو ما كان قرارها رحنا رح نوقف جنبها ونساعدها. هذا الشي الوحيد اللي فينا نعمله.